متابعينا الكرام، الحمد لله تم إكمال وإطلاق تطبيق أخبار العراق الجديد، يمكنكم تحميله من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق، وإليكم طريقة التحميل. بعد الدخول إلى خانة التعليقات سوف تجدون هذا التعليق المثبت، وهذا هو الرابط باللون الأزرق عند الضغط على الرابط. والآن سوف تفتح لكم هذه الصفحة، في أسفل الصفحة فتح في تطبيق متجر بلاي، عند الضغط عليها سيتم فتح التطبيق في متجر بلاي، ويمكنكم تثبيت التطبيق من هناك. وأيضا لا تنسون تقييمنا بخمس نجوم عن طريق الضغط على هذه النجوم وكتابة تجربتك عن هذا التطبيق ونشر هذا التعليق. الرابط سوف يكون في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق. أخبار جديدة وهامة وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. مديرية التربية ونقابة معلمي كربلاء المقدسة تطلقان رابط التقديم الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية، حيث ابتداء من هذه الساعة إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني الخاص بقطع الأراضي السكنية الخاصة بالسادة والسيدات ضمن الكوادر التربوية والإدارية والوظائف الخدمية في محافظة كربلاء وفق التوقيت الذي حدد قبل أيام. التقديم عبر الرابط الذي ستجدونه في صندوق الوصف، مؤكد أن رابط التقديم الإلكتروني سيكون متاحا لغاية يوم السبت الموافقة 20 من شهر فبراير الحالي وفق ضوابط وشروط حددت في إعمامين صدرا قبل أيام قليلة. ملاحظة مهمة إلى جميع المتقدمين، توخي الدقة في ملء الاستمارة كون التقديم سيستمر لأسبوعين، وكون دقة المعلومات هي التي ستحدد الاستحقاق. مصرف الرافدين يكشف عن برنامج يتيح تسليم القروض فوريا ويحدد موعد انطلاقه. مصرف الرافدين برنامج إطلاق السلف سيكون جاهزا للعمل الأسبوع المقبل. برنامج السلف سيتيح الاستلاف الفوري وبنفس اليوم. عملنا إلكتروني ولا وجود لحالات الابتزاز، وهناك فرق للمراقبة. رفع فوائد التوفير إلى 4.5% والودائع الثابتة إلى 6%. لجنة الزراعة النيابية، العراق جاهز لتصدير الأسماك الكارب بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد رئيس اللجنة أن هنالك مؤهلات واسعة في العراق للنهوض بالقطاع الحيواني والنباتي والزراعي، مشيرا إلى أن العراق أعلن عن الاكتفاء الذاتي من أسماك الكارب وهو جاهز للتصدير بعد أن انخفض سعر كيلو السمك إلى 2500 دينار. اللجنة المالية النيابية تخاطب وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير علي علاوي حول تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي. اللجنة المالية النيابية، وصلنا للمراحل الأخيرة قبيل التصويت على موازنة 2021. اللجنة أنجزت أكثر من 90% من عملها في الموازنة. مؤسسة الشهداء المباشرة بترويج المعاملات التقاعدية لشهداء ساحة الطيران. مؤسسة الشهداء فتح أكثر من 200 مقبرة جماعية حتى الآن. مؤسسة الشهداء مقبرة الخسفة تضم آلاف الشهداء وفتحها بحاجة لتخصيصات مالية. مؤسسة الشهداء العديد من مقابر جرائم داعش لم تفتح حتى الآن. دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة توجه بغلق جميع المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا. وزارة الصحة تطالب الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لأي طالب أو تدريسي الدخول بدون ارتداء الكمامة. وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي إلى زيادة عدد الإصابات. رئيس اللجنة المالية، تم شمول الإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين، وتم اليوم شمولكم أسوة بالمحاضرين المجانيين بالتخصيص ضمن قانون موازنة 2021 وبجهود ذاتية.
اللجنة المالية النيابية توافق على إضافة المخصصات للكوادر الساندة من الإداري والفني في وزارة الصحة، والتي تبلغ مقدارها 247 مليار دينار في موازنة 2021. الموارد المائية، اتخذنا جميع الإجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن مدننا. الموارد المائية، آلياتنا منتشرة على طول مجاري الأنهار والجداول. الموارد المائية، خطة لخزن مياه السيول للاستفادة منها في موسم الصيف. الموارد المائية، تشكيل غرفة عمليات مخولة لاتخاذ الإجراءات في حال حدوث أي طارئ. اللجنة المالية تزف بشرى، لا استقطاعات ولا ضريبة دخل للموظفين أو المتقاعدين في موازنة 2021. الحلبوسي، اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين ولن يمر أي استقطاع. الحلبوسي، الموظفون والمتقاعدون سيستلمون رواتبهم كاملة من دون أي استقطاعات ولا ضريبة. فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة. فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم. مصرف الرافدين، الموظفين الأعزاء أدناه أسماء الفروع التي تم تحديدها لغرض التقديم على السلف واستلامها بشكل فوري وسريع وبدقائق معدودة، وسيتم تعميم هذه التجربة الحديثة بشكل تدريجي على كافة فروعنا قريبا. ما عليك سوى مراجعة تلك الفروع وإبراز بطاقة الماستر كارد للتقديم واستلامك السلفة وبلحظات. أسماء الفروع: فرع الحي العربي، فرع الخنساء، الفرع الرئيسي، فرع المشتل، فرع القدس، فرع الخلفاء، فرع الباب الشرقي، فرع القصر الأبيض، فرع وزارة الدفاع، فرع الخضراء، فرع المعرفة، فرع المصافي، وفرع حي العامل.